فنستمر بحول الله عز وجل مع بصائر القرآن، ونحن ما زلنا نتبصر قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، إلى آخر الآية. وبينا قبل أن هذا الاستخلاف الرباني لآدم هو استخلاف لجنس الإنسان، أي كون آدم عليه السلام خليفة ليس بمفرده وحسب، ولكن من حيث هو جنس أي إنسان. ويفسره قوله سبحانه وتعالى، وإنما يفسر القرآن بالقرآن أولا، يفسره قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان الجنس البشري إذن هو المقصود بالخطاب أساسا، وإنما كان آدم عليه السلام أول الخليقة من بني آدم كما بيناه وفصلناه قبل بحمد الله جل وعلا. والخلافة كما ذكرت ليست هنا في هذا السياق بالمعنى السياسي للكلمة إطلاقا، وإنما معناها السياسي جزء صغير من المعنى الكوني الكبير. فقد تبين أن خطاب الله جل وعلا لآدم كان خطابا كونيا، أي في سياق حركة توظيف الكائنات الكبرى. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فحمل الإنسان إياها كان في سياق كوني إذن. وكذلك في حديث الله جل وعلا مع الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد تبين قبل وهو ما عليه أهل التفسير من أن خطاب الله جل وعلا للملائكة في شأن آدم كان قبل خلق آدم عليه السلام: إني جاعل أي سأجعل في الأرض خليفة. وخلافة الإنسان في الأرض هي خلافة تعبدية، وليس فيها معنى النيابة عن الله، حاشا، لا يجوز أن يقع مثل هذا المعنى في اعتقاد المؤمن. وإنما الإنسان يخلف الإنسان ويخلف الكائنات الأخرى في إمامة العبادة لله الواحد القهار، تماما كما يخلفنا الإمام في الصلاة في كثير من الأعمال والأقوال، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فخليفتنا بين يدي الله في صلواتنا على الإجمال والعموم هو إمامنا الذي يصلي بنا، ولذلك ما يفسد صلاته يفسد صلاتنا، وما تصح به صلاته تصح به صلاتنا، وقراءته لنا قراءة، وكل ذلك من تفاصيل الفقه المعلومة بالأحاديث الثابتة الصحيحة. فآدم عليه السلام إذن كونه خليفة أي الإنسان كلف في أصل التكليف بأن يكون نائبا عن سائر ما حوله ومن حوله، بمعنى أن يكون إماما، إمام في عبادة الله الواحد القهار. وقد بينا أن ضعف آدم أي ضعف الإنسان أو الكائن الآدمي هو سر كماله التعبدي، لأن الإمامة في العبادة تقتضي أن يكون هذا العابد أعبد العابدين فعلا. وقد بينا هذا الإشكال فيما قد يقع بالبال من كون الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما الإنسان يطيع ويعصي ربه. ولم يلبث آدم في الجنة حتى عصى ربه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولكني بينت أن هذا الضعف هو سر الكمال التعبدي لدى الإنسان، لأنه حينما يخطئ يتوب ويندم ويرجع إلى مولاه ذليلا ضعيفا منكسرا، وهذا معنى من معاني التعبد لا يتحقق على كماله وتمامه إلا في الإنسان، أي التوبة والندم عن الفعل. فالرب جل وعلا سبحانه وتعالى أحب أن يعبد بالتوبة، وأن يعبد بالدعاء، وأن يعبد بحاجات بني آدم
في سائر الضرورات والحاجات، وأحوج الخلق إلى الخالق ابن آدم. الإنسان هو أكثر الخليقة احتياجا إلى الله جل وعلا، فهو يطلب ولا يشبعه شيء، فطر على ذلك، كما في الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان أي من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وكذلك القرآن قبل قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن ابن آدم في الجنة أحد العباد، وكان فلاحا في الدنيا، اشتهى أن يحرث ويزرع في الجنة، فقال له ربه جل وعلا: أولم يكفك ما أنت فيه؟ لأنك في الجنة لا تحتاج إلى عمل، تطلب ما تشاء فيأتيك كل ما تشاء بوفرة لا تنقطع نوعا ولذة. فقال: ربي إلا أن أزرع، يعني أبى إلا أن يزرع، فأقطعه الله جل وعلا أرضا فقال له: دونك يا ابن آدم ازرع. فزرع هذا الآدمي ونبت الزرع كالحائط كالجدران كالأسوار عاليا في السماء، أشبه ما يكون بطول النخيل. وجعل ابن آدم ينظر إلى ذلك الزرع الذي زرعه في الجنة، فخاطبه الله جل وعلا وقال له: دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء. والحديث صحيح. وإنما القصد من ذلك أن الإنسان فطر على الحاجات التي لا تنقطع، وهذه الفطرة حينما يوجهها العبد في صلاح دينه ودنياه تكون هي كمال العبادة، لأنك لا تزال تسأل مولاك، تطلب من هذه وهذه وهذه، ولا تشبع من فضل الله جل وعلا. فإذن الإنسان من حيث هو محتاج إلى الخالق في طعامه وشرابه وكسوته وكل أمر دينه وبدنه وصحته وعافيته، إنما يحقق بذلك أكثر الخليقة رغبا ورهبا في الله جل وعلا. ولذلك كان إماما في هذا المعنى، وكان أحفظ من الملائكة وأوعى من الملائكة للحاجات. كما بينت من قبل، الملائكة لا حاجة لها إلى الطعام ولا إلى الزواج ولا إلى الولد ولا إلى الشفاء، لأنها غير منقوصة في ذلك، ولا هي في حاجة إليه، لا تتناسل لا تتزوج لا تمرض لا تبرأ إلى آخره. والإنسان يطرأ عليه الفساد والصلاح، ويطرأ عليه العافية والمرض، ويطرأ عليه الجوع والشبع والخوف والأمن، هذه معاني مادية ومعنوية كلها حاجات لابن آدم للإنسان. ولذلك سخر له كل ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والإنسان منذ كان إلى اليوم يسعى إلى تسخير كل ما في الأرض، ويطمع إلى توظيف أيضا ما في السماء. من هنا إذن اختير لإمامة الخلق في عبادة الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ظنت الملائكة في البداية أن هذا الإنسان سيكون على وزان ما خلق قبله، إما من الوحوش أو من الجن أو من خلق الله أعلم به، فالخطاب مجمل ولا تفصيل له، ولا يجوز الإنسان في مثل هذه الأمور أن يتصور بعقله الغيب مما لا دليل عليه. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجابهم الرب جل وعلا بكلمة واحدة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهو جل وعلا يعلم ما فطر عليه آدم وذريته من هذه الإمكانيات الهائلة لو وظفت في العبادة. ففعلا الإنسان ليوظف إمكانياته النفسية والمادية والاجتماعية والاقتصادية كل شيء في عبادة الله، لكان بذلك أكمل الخلق عبادة الله الواحد القهار. ولكن مع الأسف فعلا وقليل من عباده الشكور. الإنسان بهذه الصورة التي ترون الآن كيف يعمر الكرة الأرضية، كيف فعلا وصل إلى أدق الاختراعات والاكتشافات التي لا يكاد يستوعبها الخيال،
لو بعث شخص من الأقدمين قبل قرن فقط واحد وأري بعض الأجهزة الحديثة في الاتصال وفي الإلكترونيات لقال إن شيئا من الجن يحرك هذا أو لما استوعب الحياة الآن ولوقع له كما وقع لأهل الكهف من قبل بسبب هذا التقدم الهائل الغريب الذي وصل إليه الإنسان. ذلك بعض معنى قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، طبع فطرته على إمكانية الاستيعاب للعلم وللمفاهيم بما يعجز العقل البشري الفردي على الإحاطة به، وذلك التعبير في القرآن كلها، وعلم آدم الأسماء كلها على سبيل التوكيد ثم الاستغراق والعموم والشمول، مما أعجز الملائكة عن استيعابه. فإذن الإمكانية البشرية والطاقة البشرية هي منحة ربانية فطر عليها الإنسان مذ خلق أول ما خلق، فكان الإنسان وبهذا تميز الإنسان عن سائر الكائنات، عن سائر الكائنات تميزا فطريا ابتدائيا، ابتدائي بمعنى أنه لم يخضع في ذلك إلى تطوير أو تطور كما يقوله الملاحدة المعروفة، وإنما خلق الله آدم مذ خلقه كما ذكرت في الحديث الصحيح من قبل على صورته، إن الله خلق آدم على صورته أي على الصورة الأولى التي كان عليها آدم، فلم يخضع لشيء من التطوير من حيث الإمكانيات، وإنما حصل للإنسان نفسه تطور في مكاسبه لأنه يحتاج إلى فترات طوال من أجل اكتشاف ماذا؟ قدراته لا أقل ولا أكثر، وإلا فالإنسان في الحقيقة لم يزد في الطبيعة التي طبع الله شيئا، وإنما اكتشف ويسر الله له ذلك على حسب حاجة الزمان وأهله. لكل عصر يسر الخالق جل وعلا ما يصلح لذلك العصر من العلم المادي وكذلك قبله من تشريع، فكان لموسى وقومه شريعة، وكان لمن بعدهم شريعة، وكان لمن قبلهم نوح وقومه شريعة، وكان لأمة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة بما يناسب الزمان وأهله. فكذلك من باب أولى وأحرى جعل لكل فترة إمكانيات، إمكانيات للاكتشاف العلمي تناسب الزمان وتناسب المكان، وهو شيء عجيب حقيقة فعلا. لولا هذه الإمكانيات اليوم لمات الناس جوعا ولهلك كثير منهم. فإذا نظرت إلى الأشكال الهندسية الجديدة في السكن وجدت فعلا أنه الأنسب لهذه الكثرة والانفجار السكاني كما يعبرون. إذا نظرت إلى هذه الإمكانيات السريعة في الاتصال وجدت أنها الأمثل والأليق بطبيعة الحاجات البشرية المتسارعة والمتكاثفة في هذا الزمان، كل شيء إذا نظرت إليه وجدت أنه إنما كان في هذا الوقت لهذا الإنسان في هذا الزمان، حتى إن خلقة الإنسان تضاءلت طولا إلى الحجم البشري العادي العام الموجود الآن. معلوم في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا خلق آدم 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، يعني حوالي 30 متر بالتقريب. لو بقيت الإنسانية على ذلك الطول إلى الآن مستحيل يعيشوا، أي عمارة تكفي هؤلاء، أي مساكن، أي سيارات، أي طائرات. فلذلك جعل الله لكل عصر إمكانيات في الخلقة وفي التقدير وفي العلم أيضا، ومن هنا كانت هذه الآية جامعة للزمان كله. وعلم آدم الأسماء كلها، جمعت الزمان الأرضي طبعا كله، لكل عصر إمكانيات. ولا يزال الإنسان في مخزونه من الإمكانيات ما يناسب الحاجات عندما تقع أو تتوقع كما هو في الفقه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قام آدم هاهنا بعمليتين،
وليس عملية واحدة. الأولى التلقي والتحمل، وعلم آدم الأسماء كلها فهو تعلم، تلقى وتحمل. الثانية الأداء والتحميل والتعليم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الآية. وهذا من أهم الأشياء التي اختص بها آدم عبقرية الإنسان، أنه يتعلم ويعلم، إمكانية مزدوجة. وتميزه في هذا بل عبقريته في هذا هي أساسا لاستمرار الدين في المجتمع، لاستمرار القيم في المجتمع. أعطاه رب العزة إمكانية التعلم من أجل أن يتلقى العلوم من سلفه، وإمكانية التعليم من أجل أن يحفظها في خلفه، فلا ينقطع العلم في الأرض، ولا يرجع الإنسان أدباره إلى مراتب جهل سابق أو عي أو ضلالة. فكل الإمكانيات إذن سخرت للإنسان فيما حوله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم في نفسه هذه الإمكانيات الفطرية من التعلم والتعليم. كل ذلك لما؟ حتى لا تبقى على الله حجة. يعني الإنسان يملك كل شيء مما يعينه على عبادة الله وإمامة الخلق في هذه العبادة، فإذا كفر كانت حجة الله عليه دامغة، وإذا شكر كانت نعمة الله عليه سابغة، لأنه إنما يشكر بما وفر له من ظروف، بما وفر له من إمكانيات. ولذلك فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، أما الكفر فإنه آنئذ لا يكون إلا تمردا على الخالق جل وعلا، وتمردا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وعجيب هذا الحديث النبوي الشريف، كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حينما خلق الله عز وجل النفس البشرية خلقها حنيفة. ما معنى حنيف أو حنيفة؟ الحنيف هو المائل، مائل. وهذا الميلان له دلالة عجيبة وسر غريب، ذلك أن الأصل اللغوي في حنف يحنف مال، بينما يعبر عنه ويقصد به الاستقامة، الاستقامة على الصراط المستقيم. ولذلك كان إبراهيم مسلما حنيفا ولم يكن من المشركين، فكونه حنيفا أي مستقيما. لكن ما شأن ذلك بالميلان وهو في جميع المعاجم وعند جميع المفسرين؟ المقصود بالميلان الانجذاب، يعني حينما خلق الله الإنسان وفطر فطرته جذبها صبغة وأصالة إلى معرفته جل وعلا تماما، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، وإنما القصد البيان، كما تنجذب الأجرام إلى مراكزها الجاذبية، فأي شيء تلقيه من على الأرض يعود إلى الأرض ما دام في مداره الخاضع لمركز الأرض. قلت ولله المثل الأعلى، حينما خلق الخليقة وبرأ البرية من بني آدم طبع فطرتهم على نوع من الانجذاب إلى معرفة الله، فإذا كان الإنسان ولم تؤثر عليه ثقافة أخرى فإنه يجد في قلبه نداء يناديه أن ابحث عن مولاك، عن خالقك. ولهذا نجد فطرة عجيبة عند التأمل لدى الإنسان أنه يحب بل يرغب أشد الرغبة في معرفة أصله. سأبين ذلك في المجال الشعبي الاجتماعي، لا أحد من الناس يكره في أن يعرف سلسلة آبائه إلى أبعد حد ممكن، والإنسان يجد صعوبة جدا في أن يتأقلم مع البيئة الاجتماعية إذا كان يجهل أباه. صعيب على الإنسان يعيش ما يعرف أباه، ولذلك يحتاج إلى قوة إيمانية من أجل أن يتثبت على هذا. وبهذا الشكل باش كان واحد الفطرة في المجتمع أنه نساب، أي مجتمع نساب، يعني هذه القبيلة الفلانية أبوها فلان، وتنتهي هذه القبيلة إلى كذا وكذا وكذا وكذا. يعني علم الأنساب علم عام لدى الإنسانية والبشرية، وحينما تفقد الإنسانية هذا فمعناه أنها فقدت بعض فطرتها، وهو الذي يقع في أوروبا اليوم فعلا. حينما يصبح الإنسان لا يهتم بسلفه من آبائه وأجداده معناه أنه بدأ يفقد بعض الحس الإنساني،
ولذلك أحكي هنا قصة طريفة من الحديث الصحيح، أن أحد الأعراب جاء ودخل المسجد يوما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أين ناقتي؟ الأعرابي أضاع ناقته في الصحراء، وضر الناقة وجي يسول هو النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة ديالي. يعني نوع من الاستهزاء والسخرية، لأن مثل هذا لا يسأل عنه نبي، بل أنت أضعت الناقة، ذلك سبب، وجب عليك أن تشتغل بالسبب المضاد من أجل أن تجد ناقتك. غدا لا يكون النبي بين يديك حيا، فمن يبحث لك عن ناقتك؟ أمور الأسباب الدنيا وكل فيها الإنسان إلى أدواته التي أعطاه الله وفطره عليها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، غضب وصعد المنبر وخطب الناس وجعل يقول: سلوني سلوني سلوني. فلا أحد من الصحابة استطاع أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقد رأوا الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. وقام أحد التعساء فقال: يا رسول الله، أين مقامي؟ في واحد فيه الزعامة من المنافقين، فقال له: في النار والعياذ بالله. لأن النبي كما ثبت في هذا الحديث الصحيح أري الجنة والنار على عرض الحائط بالمسجد، كان يرى الله عز وجل كشف له حجوب الغيب فرأى الجنة ورأى النار، فقال: النار. فجلس الرجل، والعجيب أن أحد الصحابة من الصالحين قال فقال: يا رسول الله، من أبي؟ كان يسمى هذا الرجل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، عبد الله بن حذافة. قال: من أبي؟ شوف هذا السر العجيب، الرجل الأول سأل عن مقامه في الآخرة، وكل الصحابة واجلة من أن يسأل رسول الله شيئا، وهذا قام وهو من خيرة الصحابة، قال: من أبي؟ ذكرت الأخبار أنه وهو طفل صغير كان إذا خاصم لوحية بأمه، يعني كيعيره بأمه أنها كانت زانية، فكبر وهو يعيش عقدة فقدان الانتساب. كيقول عبد الله بن حذافة ولكن ما عرف واش داكشي صحيح ولا ماشي صحيح، ما دام انه عايروه بمه. فنظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: ابوك حذافه. عاد قعد الارض ارتاح، يعني ناظر في ظاهر القصه يقول يعني هذا السؤال تافه، ولكن الرجل معذور لانه يعيش عقده نفسيه رهيبه جدا. هذه العقده ليست اجتماعيه، الظاهر ديالها اجتماعي، ولكن حقيقتها انها عقده وجوديه، هكذا اسميها، عقده وجوديه. طبيعه الانسان في الوجود انه يحب ان يعرف اصله وفصله، فاذا جاهله عاش نوعا من العمى ونوعا من الضلال. ولذلك كان الاسلام دقيقا في قضيه الانساب وشديدا في أحكام الزنا، لأن الشريعة في الدين مرتبطة بفطرة الوجود وطبائع الأشياء، فمن خالف شريعة القرآن فقد خالف شريعة الكون، سيصطدم بالنواميس الاجتماعية والكونية والطبيعية في الوجود، ويعيش عمى وضلالة وضنكا في الحياة. من هنا إذن كان هذا الإحساس بالانتماء إلى الأصل عميقا في النفس الإنسانية. كل ذلك جعل في التعليم لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها ليستمر بكل هذه المقاييس ويكون متعلما ومعلما، متلقنا وملقنا، متكونا ومكونا. ومن هنا أيضا كان جوهر الاجتماع البشري صناعة التعليم حقيقة. القرآن تعليم، نزل أول ما نزل من القرآن التعليم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكنه ليس تعليم بالمعنى البسيط للكلمة. قوله عز وجل اقرأ هو تعليم كوني، التعليم بالمعنى المعاصر الآن هو جزئية من التعليم الكوني في القرآن، جزئية صغيرة جدا. دليله وبيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان قبل بعثته، قبل أن يعلم أنه رسول ولا أن يخبر بشيء ولا أن ينزل عليه شيء، كما هو معلوم المتواتر في أخبار السير، يخرج إلى غار حراء بضواحي مكة يجلس متدبرا متفكرا شهر رمضان كاملا. طبعا رمضان كان شهر عربي، لم يكن آنئذ شهرا دينيا لأنه غير معروف، شهر عربي، ويبيت الليل والنهار بغار حراء يتفكر في خلق السماوات والأرض، يبحث عن فطرته التي تسأله أين الله، من خالق الوجود. ولذلك قلت هذه فطرة فطر الإنسان عليه، يبحث عن أصله، يبحث عن سبب تكوينه
كيف كان ولماذا كان؟ ينظر في الكون ويجد كثرة، هذه هضاب وهذه جبال وهذه أنهار وهذه حيوانات وهذه وهذه، ويبحث عن الخيط الرابط بين هذه الأشياء المختلفة جميعا. ما الذي يربط الليل والنهار؟ ما الذي يجمع بين الوهدة والجبل؟ ما الذي يجمع هذه الأشياء من الأنواع الخلائقية؟ كل ذلك أسئلة لم تقنع رسول الله عليه الصلاة والسلام أجوبة الكفار من المشركين عنها، لأنهم كانوا سفهاء من حيث عقولهم. أله أحجارا نحتوها بأيديهم وعبدوا أوثانا من الحلوى، كما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من الحلوى كان يعبده بالنهار ويأكله بالليل إذا جاء. شيء تافه فعلا، أي عاقل ما ينبغي أن يدخل في ذهنه مثل هذا، فجعل يخرج من هذه البيئة، يحاول أن يتخلص من ضغط الثقافة الاجتماعية، عسى أن تصفو بصيرته ليصل إلى شيء. حتى كان أن نزل عليه جبريل فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم من قبل وعلم آدم الأسماء كلها، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الثقل كلام ثقيل جدا نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقل لم يطقه عليه الصلاة والسلام، بل في البداية لم يستوعبه حتى الاستيعاب، دل عليه صحيح البخاري حينما كان يقول له جبريل اقرأ، محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، وكل مرة يأخذه فيغته أو يضمه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله ويقول له اقرأ. عندنا ها هنا سؤال، هل كان الله جل وعلا يأمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بما لا طاقة له به؟ طبعا كلا، لأن الله جل وعلا ما كلف نفسا إلا وسعها، ولا حمل نفسا ما لا طاقة لها به، كما هو في خواتم البقرة وفي غيره. إذن ما بله يقول له اقرأ وهو جل وعلا يعلم أنه غير قارئ، أمي لا يكتب كتابا ولا يخطه بيمينه إطلاقا، ولا كتب ولا خطه، ولم يكتبه ولم يخطه حتى مات عليه الصلاة والسلام، وأي خبر ورد بعكس ذلك فهو باطل، إنما كان يأمره بما يطيق. أما القراءة فقد بينا قبل أنها في المعنى الأول العربي، للأسف العربية حتى العربية التي يكتب بها الكتاب اليوم ليست هي العربية القديمة، وإنما معانيها الحقيقية في القرآن العظيم، هو الذي قيد أصولها وضبطها. قرأ يقرأ بمعنى جمع يجمع، وركب ما جمعه ونسقه، ولذلك سميت القرية في مكان القاف والراء والهمزة أولياء في شيئين، هذا جذر لغوي دل على الاجتماع، ولكن الاجتماع المتناسق، مش الاجتماع الفوضوي، لا، اجتماع متناسق منظم. سميت القرية قرية لأن اجتماع بشري منظم، القرية والقرى الضيافة، لأنك تجمع إليك جديدا من الناس في ضيافتك. وكذلك يقولون الخياط يقري الثوب إذا فصله وقطعه ثم جعل يلم أطرافه بالخيط ويصنعه بردة أو جلبابا أو معطفا، فهو يقري الثوب قريا. وسميت قراءة الأحرف اللي هي القراية التلاوة قراءة، لأن الإنسان يجمع الأصوات الحرف في أي لغة، عربية أو فرنسية أو إنجليزية، أي لغة في العالم، الحرف وحدة صوتية لا معنى لها. ما معنى باء؟ لا معنى لها. جيم؟ لا معنى لها. واجعلها بالألف بائيات الأخرى أي اللاتينية، نفس الشيء، لا معنى للحرف إطلاقا، ولكن حينما تقرأه أي تنظمه وتجمعه منسقا يصبح له معنى، الحمد لله، فكأنك تخيط الأصوات بخيط التنسيق فتتركب الكلمات وتتركب المعاني. فقال له عليه الصلاة والسلام اقرأ ليس قراءة الكتاب، القصد الأصيل من القراءة، الأصيل في هذا الخطاب هو ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ، لكن الكون كان يحاول أن يجمع هذه الأشكال المختلفة، المصنوعات، المخلوقات، يريد أن يجعل لها رابطا، كيف تجتمع، ما مصدرها، هذه قراءة.
ومحاولة القراءة للكون، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يصل إلى شيء، فجاءه بأداة القراءة وقال له اقرأ أي كما تقرأ ولكن باسم ربك الذي خلق. هذه هي الإبرة، المخيط الذي تنظم به قراءتك هو باسم ربك الذي خلق، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الكثرة التي حيرتك، هذه الأشكال، هذه الظلمات، هذا النور، كل ذلك خليقة، خلقات خلقها واحد أحد فرد صمد. اقرأ، أنت تقرأ كل رمضان، هو يجلس ويتفرغ للقراءة، لكن هذه المرة جاءه المنهج، منهج القراءة. ولذلك فعلا أخطر شيء في القراءات حتى بالمعنى الضيق التربوي المعاصر هو منهج القراءة، وليس القراءة فقط. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وركز على الإنسان من بين سائر المخلوقات لأنه الخليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم لأنه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي المهمة التي يهيأ لها، مهمة تبليغ الناس، مهمة إمامة الناس، مهمة إمامة الناس وقيادة الناس. فجعل محمد عليه الصلاة والسلام يستوعب شيئا فشيئا، لأنه اضطرب أمره في البداية. وقد صح في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: فقلت إن الأبعد قد جن. الأبعد كلمة ذم، يذم نفسه يحكي على رسول. لما جاء جبريل في هذه الأيام الأولى قال أو ظن أنه حصل له جنون، وقلت إن الأبعد قد جن فرحت إلى الجبل أريد أن أتردى منه. عجيب. فبينما هو في الجبل عليه الصلاة والسلام إذ تجلى له جبريل في عرض السماء بريشه النوراني وأجنحته الملائكية. في الحديث الصحيح: رأيت جبريل له 600 جناح، وكان يقول له عليه السلام: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. كان يغرس معاني الإيمان في قلبه من أجل أن يؤمن هو أولا بنفسه، كانت تلك حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره كان في حاجة إلى أن يؤمن بنفسه، إلى أن يكتشف نفسه. ولذلك جاء في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، هو الأول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الآيات. لا يفلح مؤمن لا يؤمن بنفسه، لا يؤمن بنفسه عبدا لله الواحد القهار. الله جل وعلا حينما خلق الخليقة من البشرية جعل في كل فرد منا إمامة مأخوذة من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبينت أن هذه الخلافة التعبدية هي في كل الناس، في الإنسان، وإنما ذكر آدم لأنه الأول البدء. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان إذن، كل منا إذن هو مؤهل ليكون إماما في مجال ما في طريق عبادة الله تعالى. كل أحد مؤثر ومتأثر، وهو بذلك إمام في عبادة الله سبحانه وتعالى. تتأثر به أشياء، تتأثر به أوضاع، يتأثر به أبناء، يتأثر بك من لا يخطر لك على بال، بآثارك، بفعلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. الآثار حاصلة، ولذلك طوبى في الأثر، طوبى لعبد ماتت معه ذنوبه، وأيضا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. العجيب فعلا أن هذا الكائن الإنسان له قيمة كبرى عند الخالق جل وعلا، رفعنا إلى أعلى مستوى كوني من أجل هذه الإمامة. ولكن المشكل أن الإنسان يضع نفسه، رب العالمين جعلك كائنا كونيا وأنت تحصر نفسك في دائرة ضيقة، في دائرة اجتماعية مغلقة، غريب وضع الإنسان. هيأه الله لوظيفة
لا أقول اجتماعية فقط أو اقتصادية أو سياسية، كلا، ولا حتى أرضية، بل لوظيفة كونية، لأنه كلف في بدء خلق الكون وكلف في صياغة تكليف الكون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وأخبر في ذلك خليقة من أجل خليقة الكون الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كل ذلك ليكون الإنسان هو الأكمل في التعبير عن أدق معاني العبادة. حمد الله عبد من عباده بصيغة من الصيغ الدقيقة فأعضلت، كما في الحديث الصحيح، أعضلت بالملكين أن يكتباها، ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعب واحتار في كيفية كتابة كلمات حمد بها العبد ربه. ومن ذلك مثلا، أي من الكلمات التي لا تحاط بفكر، أذكر نموذجين. قول النبي عليه الصلاة والسلام مما أقره أو قاله: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. من يستطيع من البشر أن يترجم هذا معنى إلى لغة أخرى؟ لا أحد، مستحيل. من يستطيع أن يتخيل أمداءه وامتداداته؟ لا أحد. أن تحمد الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه، هذا المطلق المستحيل تصوره، لا تدركه الأبصار جل وعلا، وهو يدرك الأبصار. كيف تستطيع أن تتخيل ولا أن تحيط ولا أن تقترب معنى من عظيم سلطانه؟ وعقلك أيها العبد لا يستطيع أن يصرح تمام الصراح في مجال كوني أرضي، لأن الكون له دلالة، دلالة يعني بشرية ودلالة قرآنية. ولا بد أيضا من التذكير بهذا مرة أخرى، لأنه من أعظم الأشياء في ضبط القرآن العظيم أو في الفهم عن الله والتلقي عنه، حينما يتكلم عن السماوات جل وعلا وعن الأرض. العلوم الآن تتحدث عن الكون بمعنى الحديث عن الفضاء، لا أقل ولا أكثر. الفضاء الذي تمتد فيه المجرات والكواكب والأنجم، السيارة يقولون بالملايير، نقول كذلك، ولكن الله جل وعلا يقول لنا إن هذه الملايير من الكواكب والأنجم والمجرات التي يحتاج الإنسان ليقطع من نظام شمسي إلى نظام شمسي آخر، بلها مجرة، يحتاج إلى قطع ذلك بأعمار متعددة يجري فيها بملايين السنوات الضوئية كما يعبرون، يعني المستحيل نفسه، المستحيل نفسه، فقط في دائرة ضيقة بالنسبة لمدى السماء. ذلك كله يحدثنا القرآن أنه إنما هو بطن السماء الدنيا وليس حتى السماء الدنيا، البطن ديالها أي السقف وليس السطح. أما السطح فهو السماء التي يتحدث عنها القرآن، أما السقف فهو هذا الفضاء الذي يحاول الإنسان منذ القديم إلى اليوم أن يكتشف منه شيئا، أن يفهم منه شيئا. ولقد زينا السماء الدنيا التحتانية بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلناها رجوما للشياطين، في الآية الأخرى لا بد من بيانها أيضا، وقد بينته قبل، ولكن حتى تعم المعرفة. ليس معنى ذلك أن الله خلق الأنجم ليضرب بها الملائكة الشياطين، كلا، وجعلناها رجوما للشياطين في العربية الذي يفهم إمكانيات الأساليب اللغوية، أي جعل منها. فالشياطين قد ترجم ببعض أحجار الأنجم المشتعلة، وليس معناه أن الشيطان يرجم بكوكب إطلاقا، بل الكواكب مستقرة في مساراتها التي تسير فيها ومداراتها، كاينش فوضى في الكون، هذا يضرب من هذا الاتجاه وذلك، لا إطلاقا. طبعا الأسطورة الشعبية كتشوف المذنبات وكيقولوا راه الملائكة ضربوا الشياطين، لا ليس ذاك. ولا ينبغي للمؤمنين أن يفسر الظواهر بالخرافات، والقرآن واضح في هذا الأمر. الكواكب لها أبراج ولها مواقع، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، ولكن لا تعلمون، لو تعلمون عظيم، حتى الذين يعلمون اليوم اتقلهم لو تعلمون، لأنهم لا يعلمون، علمهم ضئيل 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 جدا بالنسبة إلى حقيقة السماء الدنيا، أو بالأحرى إلى فضاء السماء الدنيا. أما السماء
الحقيقية التي يتحدث عن القرآن وتتحدث عنه السنة فهي طبقة، كيف هي لا يدري أحد. الله جل وعلا خلق 7 سماوات طباقا، لها بابها وفوقها ما شاء الله من الساكنة من الملائكة، أحاديث صحيحة لا خرافات في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما تخبرنا عن طبيعة السماء، كحديث الإسراء والمعراج الذي اخترق فيه النبي عليه الصلاة والسلام السماوات جميعا صعودا إلى رب العزة، وكان كلما وصل سماء طرق جبريل أو استأذن فقال عسس السماء من الملائكة من؟ يقول جبريل، يقولون له ومن معك؟ يقول محمد، يقول أو أرسل إليه؟ يقول نعم، فيفتح لهما، وهكذا في كل سماء. ويلتقي عليه الصلاة والسلام في كل سماء بأقوام من الملائكة ومن الأنبياء، أي بأنفسهم وصورهم النفسانية لا الترابية، الترابية مدفونة في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تأط، أي صار لها صوت كما يكون للكرسي أو للمنبر إذا صعده شخص بدين، تكون له حركة وصوت شعورا بالثقل، أو كما يكون للشجرة أو النخلة عند هبوب العواصف، اسمع جذع الشجرة صوت سبب قوة الدفع أو ثقل. أطت السماء وحق لها أن تأط ما بها من موضع شبر، وفي رواية 4 أصابع، إلا وبه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله الواحد القهار. هذه الأكوان الغيبية الثابتة بالأخبار الصحيحة لا بالخرافات، طبعا أكوان أخرى لا يعرفها ولا يمكن أن يعرفها العلم الطبيعي سواء في الفيزياء أو الفلك أو غيرهما. فإذن حينما يتحدث القرآن عن الكون فهو يتحدث عن المستحيل استيعابا على المستوى العقلي، يعني العقل ما عندوش القدرة النهائية يستوعب هذه الامتدادات. لو دخلت في مغامرة حدودها استيعاب بطن السماء الدنيا غير هذا الكون الفلكي الذي تتحدث عنه العلوم المعاصرة، وفقط ليس بحدود القرآن، فقط بالحدود العلمية البشرية لبقيت عمرك كله وأنت تتخيل وتستوعب الامتدادات والفضاءات والمدارات، ينتهي العمر ولا ينتهي امتداد السماء الدنيا أو بالأحرى فضاء السماء الدنيا، فما بالك بالسماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة، وما بالك بعد ذلك بعلم الله وبذات الله المحيط بكل شيء. بلى، إذن عجزت الملائكة عن أن تكتب عبادة الإنسان حينما قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وما سلطانه؟ سلطانه محيط بكل شيء، وما كل شيء المستحيل نفسه، ما تقدرش تمتد بالعقل ديالك إلى ذلك المكان. الإنسان لقنا أعطي إمكانية التعبير عن هذه الدقائق التي عجزت الملائكة عن كتابتها، لم تعرف كيف تكتبها، لم تعرف كيف تستوعبها. والحديث الثاني في هذا وهو أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عند الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد، أدعية كثيرة، ملء السماوات، السماوات بما تحدثنا عنها الآن بالمعنى القرآني الغيبي، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، كيف تستطيع أن تستوعب ما بينهما؟ ثم قال وملء ما شئت من شيء بعد، أي أبعد مما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أهل منصوب على الاختصاص، أي أنت يا رب تختص بالثناء المطلق وبالمجد الأكمل، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أي أصدق كلمة قالها عبد خاضع لله، وكلنا لك عبد، هي هذه أحق مبتدأ، الجواب هو هذا، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد هو هذا الجواب، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سلطان، اللهم لا مانع لما أعطيت، رب هذه الكون ذو هذه المقدرة المطلقة إذا أعطى أيمكن أن يمنع أحد بعد إعطائه أبدا؟ من البشر؟ دود على عود كما وصفهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، دود على عود، ما الكرة الأرضية كلها ذرة تائهة ليس في السماء بل في بطن السماء الدنيا، فما بالك بالكون؟
الملك لله الواحد القهار فعلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فمن أعطاه الله فقد أعطاه انتهى، لا أحد يتدخل قبل ولا بعد لمنع تلك العطية. ومن منعه أي ما أعطاه فلن يعطيه أحد من العالمين، ولو اجتمعت الإنس والجن على إعطائه لحرمه الله، لأن الله قضى ولا قضاء بعد قضاء الله رب هذا الكون العظيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد، الجد هو اللي نسميه بالدرجة الزهر، تقول فلان عنده الزهر، يعني لأننا نستعمل هذه اللفظة لفظة الجد يعني بالترجمة طبعا ديالها العامية، الزهر كنستعملوها في الإنسان اللي ما يستحقش وكيوصل مع رب العالمين، اللي ما يستحقش ما يوصلش. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللي عنده الزهر كيدوز من هنا بهذه الواسطة ولا بهذا الشكل وينجح بلا ما يخدم ويوصل بلا ما يعرق مع رب العالمين، لا يسلك بك إلا عملك الصالح، ما كينش الزهر بهذا المعنى الخاوي. ولا ينفع، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حيلة ولا شفيع إلا بإذنه جل وعلا. تمام خضوع، دعاء فيه تمام الخضوع وكمال الاستيعاب لمعاني العبودية تلفظ به رسول كريم. صحيح لا ملك يستطيع أن يكتب مثل هذا، هذا مثل الآخر. ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، صعب جدا. فإذا أنت تنطق بالعبارات وتتبعها بالتدبر ينتهي النفس وتنتهي القدرة على السير، ولا يبقى آنئذ إلا الله جل وعلا فوقك. ماذا يحدث؟ تشعر بالعجز. العجز هو مخ العبادة، وهذا الذي أراد منك مولاك، لأن المتشعر بالعجز عن الإحاطة معناه أن الذي يعجز يخضع. في المنطق الطبيعي كل عاجز خاضع في كل شيء، في الاجتماع، في السياسة، في الاقتصاد، في أي شيء العاجز خاضع. بالعبادة تتدبر، تتأمل، تتفكر لتحصل العجز. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يصيبك العجز عن الإدراك، يصيبك العجز عن الاستيعاب، ثم يصيبك العجز عن الشكر، لأن هذه النعمة أكبر من أن تحاط شكرا، فتخضع وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك قال العلماء المتفكر في خلق السماوات والأرض يقع بقلبه من الرهبة أكثر مما يقع به من الرغبة. يعني الإنسان اللي مارس عبادة التفكر، وهي من أجل العبادات ومن أعظمها شأنا عند الله، إذا تفكر بصدق وبفراغ بال، فراه الذي يسبق إلى قلبه الخوف من الله، لأن الله يعبد بالرغب والرهب. الرغبة هي طلب الخير، والرهبة الخوف والعياذ بالله من الشر ومن الجحيم. رغبا ورهبا أي طلبا ورجاء وخوفا وهروبا منه إليه جل وعلا. لكن إذا تفكرت حق التفكر سبقت إلى قلبك الرهبة قبل الرغبة. الرغبة في رضا الله وفي الجنة، والرهبة من سخطه ومن النار. لماذا تسبق الرهبة عند التفكر؟ لأن الإنسان يبصر، كيولي يشوف. ماذا يبصر؟ يبصر عظمة الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبصر عظمة الله جل وعلا وإحاطة سلطانه وعظمة ملكه وامتداد ملكوته، يتفكر. ثم يبصر عظمة نعمته مما أنعم عليك وعلى الخليقة كلها. ثم تبصر ضعفك وهوانك وقلة شأنك عمرا محدودا له بداية وله نهاية. ونعمة الله لا تنحد بحد، أنعم عليك بنعم لا حد لها، وأعطاك عمرا محدودا، وقيدك بغلائل التراب من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. ثم طلب منك أن تترقى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شعور أنك مهما فعلت ومهما أديت ومهما اعترفت لخالقك من الجميل بالجميل مهما فعلت ستكون تحت الصفر. ولذلك في الحديث لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن ما الذي يدخلك إلى الجنة؟ رضا الله عنك. وكيف يرضى عنك؟ أن تبذل جهدك في العمل وتعترف بالعجز، لأن الذي عمل ما عمل وظن أن عمله كاف أو منجيه فقد أشرك بالله. لما؟ لأنه وازن النعمة الإلهية بفعله البشري. قال يعني بالمعنى النعمة الإلهية هذه الخدمة اللي خدمت وهذه الصالحات اللي درت قدوم قد هذه النعمة اللي أعطاني ربي، فمعناه أنه لم يقدر الله حق قدره وجعل عمله كنعمة الله، وهذا شرك. ولذلك قال لنبيه محمد وهو سيد العالمين ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المن أي أن تنظر إلى عملك، أي واحد في البشرية إلى ما شافش جنابه وشاف غير فراسه كيبدأ يبان له راسه طويل، شيء طبيعي في الإنسان سبحان الله لأنه يقارن جسمه بما تحته كيبان له راسه طويل، ولكن حينما ينظر إلى الجبال يشعر بالقزمية. ولذلك نبهك مولاك إلى أن لا تنظر إلى عملك، اعمل ما شئت وما استطعت وانظر بعد ذلك إلى نعمة الله تجد عملك قزما ونعمة الله عالية. ولا تمنن، ما تبقاش تفخم على مولاك اللي خلقك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا تمنن تستكثر، تبدأ تجيك الخدمة ديالك كثيرة، صليت وحاججت وواوا إلى آخره. ولذلك من الأخطاء القاتلة في الناس أن بعض الناس يمدح نفسه يقول أنا لا أسرق أنا لا أزني أنا لا 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 أفعل، ويكذب في ذلك يكذب. هل تستطيع أن تقسم على نفسك أن عينك لم تنظر حراما قط؟ لا أحد يستطيع، كل ابن آدم كتب عليه حقه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، حتى قال الفكر يعني تفكر، خاطر يخطر ببالك اشترضه إن كنت من الصالحين ولكن فكرك زنا. صحيح أن الله جل وعلا يغفر ذلك ما لم يقع بالفعل، ولكن نقص في الإنسان. لأن ما معنى رفع الحرج والعفو؟ العفو أنك أجرمت وحقت عليك العقوبة ثم عفا عنك مولاك، هذا العفو. ولذلك كان أبو بكر يقول فضل الله خير لنا من عفوه. العفو مزيان ولكن فضل الله أحسن، لأن فضل الله يعطيك فيه بلا حساب، أما عفوه فإنما معناه أنه يغفر لك خطاياك ويدخلك في رحمته بعفوه، أما من أدخله في رحمته بفضله فذلك الزيادة على العفو بالدرجات. من هنا إذن الإنسان فعلا ينبغي أن يشعر بهذا الامتداد الكوني ليتذوق ما معنى القدرة الإلهية. كلمات إذن هي كلمات، استطاع الإنسان في لحظات أي واحد منا أن يجول في امتدادات هائلة من الكون وأن يشعر فعلا في لحظات بعظمة الخالق، يشعر ولا يستطيع أن يحيط ذلك علما وإنما يشعر، فإذا شعر أحس بالعجز وأدرك أنه عاجز وكان بذلك عبدا لله الواحد القهار. لذلك كان الدين كلمة، كلمة، القرآن كلمات، كلمات الله جل وعلا، السنة كلمات، ونعبد الله جل وعلا بالكلمات. من هنا أيضا جعل لنا المولى هذه الخلافة العظمى الكونية الحقيقية في أن نعبر عن أدق تفاصيل ضعفنا، هذا المقصود، في أن نعبر عن أدق تفاصيل ضعفنا ونحن نسير إلى الله جل وعلا اعترافا بملكه وبجلاله وبقدره. بهذا ميز آدم وبه أخضعت الملائكة له سجودا، وإذ قلنا للملائكة سجودوا لآدم فسجدوا
إلا إبليس أبى واستكبر فهو كبرياء إذن وكان من الكافرين. فاستحقاق آدم السجود تحية من الملائكة له بأمر رب العالمين إنما هو لما جمع آدم من خصائص الضعف العجيب الذي هو الوسائل الأكمل للتعبير عن أدق تفاصيل الضعف والعجز الذي ذلك كان هو مخ العبادة. ولذلك في الحديث الصحيح، وبهذا نختم بحول الله، في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وفي رواية مخ العبادة، وإنما العبارة الأصح والأقوى في الدلالة أحسن من مخ العبادة، الدعاء هو العبادة ماشي غير مخها كلها يعني. فحينما قال الدعاء هو العبادة فهذه الجملة دلت على أن العبادة كلها بشتى أنواعها، عبادة عقدية، عبادة عملية، حج، عمرة، صلاة، صيام، أي شيء إن لم تكن في معنى الدعاء فليست على كمال من العبادة. ما معنى الدعاء؟ الدعاء سؤال الله حاجة والالتجاء إليه ضرورة، ذلك هو الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا كنت تحج بغير معنى الافتقار إلى الله، ناداك أن ولله على الناس حج البيت، فجئت تقول لبيك لبيك أي أنا في حاجة إليك، فذلك دعاء، لأن الدعاء إنما هو التعبير عن الحاجة، هذا هو الدعاء. الدعاء هو التعبير عن الحاجة. إذا صليت وأنت لا تشعر بأنك تركع وتسجد رغبا ورهبا إلى الله جل وعلا فليس بصلاة. وأصل عبارة الصلاة في العربية الأصيلة الدعاء، وكذلك الصائم، كذلك المتصدق، المزكي، كل أعمال الإسلام في جوهرها طلب من الله، إنما ربما تطلبه باللسان أو ربما تطلبه بالأعمال، إما بالمقال أو بالحال أو بالأعمال. ولذلك قال الدعاء هو العبادة. إذن هو العبادة، ما العبادة؟ الدعاء. وما الدعاء؟ التعبير عن الحاجة. وما الحاجة؟ الفقر والخضوع والنقص، الحاجة نقص. ولذلك كان نقص آدم وضعف آدم، وخلق الإنسان ضعيفا، وضعف آدم هو سبب كماله التعبدي وتفوقه الاستخلافي. إذن خلاصة الأمر، مسلك الوصول إلى الله جل وعلا تبين بهذا الشكل كما بينه القرآن، وهو أن نرحل إليه وأن نسير إليه عبر حاجاتنا، نسأله كل يوم، نسأله كل شيء من الصالحات، صالحات الدنيا وصالحات الآخرة. وكان الصحابة يسألون ربهم ويدعونه، حتى إن أحدهم كان يسأل ربه ملح العجين كما ثبت في الصحيح. خرج غادي الصباح للصلاة وتقول له المرارة الملح ديال العجين باش نعجله، ما بقاش الملح، فيسجد لله ويسأل الله ملحا. ما معنى ذلك؟ يعني ما ينبغي للإنسان أن يقول هذه صغيرة تافهة ما نطلبهاش من الله، هذا شرك، شرك، خليها حتى تكون شي حاجة كبيرة. فهو يدل على أمرين سيئين، الأول كأن الإنسان يعتقد بأن ذاك الشيء ديال الله سينتهي، خليني نطلب الكبار باش الصغار ما كاين باس إلا ما بقاوش، كيجي في الشعور ديال الإنسان هادشي، لأن التعامل البشري هكا داير. باغي حاجتك عند فلان، عندك ثلاثة د الحوايج وأنت عارف ما غادي يقدر يقضي لك غير حاجة، كتقلب على الحاجة المهمة هي اللي كتطلبها باش الآخرين إلا ما طلبتهمش ما كاين مشكل. ربك يملك خزائن السماوات والأرض. وفي الحديث القدسي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كل الخليقة اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا كل سأل الله مسألته وأعطى كل ذي مسألة مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ملك الإلهي عظيم، عندك تمشي تخيل لك الضيق في الخزينة الربانية، أطلب كل شيء. هل الأول الثاني، يعني قلت جوج سيئات في هذا المعنى، هذا الأول شرك بالله، كلهم شرك بالله. الثاني أن الإنسان يقول القضايا الكبيرة أعجز عنها فأريد أن يقضيها ربي لي، أما الصغيرة أنا قد بها، هذا شرك أيضا. وهو قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعب الوعر إذا تشاء سهلا. أراه داك الشيء الصغير نهار تعتقد بأنه يعني قدرتك الذاتية هي التي تمكنك من فعله فإن الله سيعكسه ويصعبه ويجعله حزنا عليك. مش حمل واحد سبحان الله كيمشي حتى لديك السهلة وتما كيوحل،
في حمد واحد في الأمور الذهنية والأمور المادية. كدير الأشياء الكبيرة كدوزها بخير نجحت فيها، من اللي كتوصل ديك السالة كتغلط فيها، سواء كانت أمور علمية عقلية أو أمور مادية اجتماعية، لأن الله عز وجل صعبها عليك لا أقل ولا أكثر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. قال وأنت تجعل الحزن أي الشيء الضخم العظيم إذا تشاء، فقط متعلق بالإرادة الإلهية، إذا أراد فذلك الصعب الذي هو عند الناس صعب يجعله سهلا. وهذا من أجمل الأدعية حينما تضيق بالعبد السبل في أمور المادة المال الأرزاق وأمور الأبدان الأمراض وأمور المشاكل الاجتماعية والأسرية كل شيء، تقول هذه القبيرة صعبت، اسأل الله بهذا الدعاء وقل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعب، وتخيل المشكل ديالك، وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا، فسهل اللهم لنا ولا تجعل لنا عسرا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.